مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من مدينة الجديدة عاصمة دكالة. فكيتواجد معنا سي محمد مجد، الكاتب العام للنقابة الوطنية للجماعات المحلية بالجماعة الترابية سيدي بن نور، وقيدوم موظف جماعة سيدي بن نور، اللي غيكشف لنا مجموعة من الحقائق، مجموعة من المعطيات اللي كتهم هاد الجماعة، جماعة سيدي بن نور. جماعة سيدي بن نور يعني كما استمعنا وكما قال السي محمد مجد بأن مازال فيها الموظف الأشباح ومدير المصالح بالجماعة، قدم طلب الإعفاء من المهام ديالو. غادي نسمعوا السي محمد مجد يتحدث عن جماعة سيدي بن نور وغيعطينا مجموعة من الحقائق، مجموعة من المعطيات، بحكم أنه واحد من قيدومي الموظفين بهذه الجماعة وعنده مجموعة من المسؤوليات. ولهذا الغرض فإحنا نستضيف في هذه اللحظات السي محمد مجد اللي كتواجد معنا مباشرة على قناة شوف تي في. شكرا جزيلا لك في هذا الوقت المتأخر وهذا الوقت اللي غادي تعطينا من الوقت ديالك. تفضل سي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين. ربي اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم الأخ سي محمد سي أحمد الزوين، أننا اليوم عانينا وقاسينا أكثر ما مر، وخصوصا مع مجيء هذا المجلس المشؤوم برمته، استثناءات قليلة واستثناء لا يقاس عليه كما يقول الفقهاء. أن جماعة سيدي بن نور اليوم تعيش وضعا مقلقا، والموظفين يعيشون وضعا متأزما جراء العشوائية والانفرادية والاستئساد والتغول في التسيير دون رقيب أو حسيب. خاصة السي محمد وأنك تدرس مع مجالس كثيرة، يعني واحد عدد ديال المجالس، جميع المجالس على علتها كانت لها مسائل إيجابية، ولكن هذا المجلس استثناء خطير جدا، لأن رئيسه ينفرد اتخاذ قراراته وهو غير واع على أن الموظف راسخ في مكانه وهو عابر ليس إلا. سي محمد، كاين حديث كثير وسمعنا يعني كما جعلتكم بأن جماعة سيدي بن نور رغم ما يقال عنها ورغم ما قيل سابقا بأن الموظفين الأشباح ما بقوش بالمملكة المغربية وبالجماعة الترابية، ولكن سمعنا قتيبة أن مازال كاين موظفين أشباح. كاين عندنا موظفين أشباح، أنا قلتها ومتأكد ولدي الماء من دلائل والحجاج ما يثبت ذلك. كاين موظفين الأشباح مع كامل الأسف غلاظ، كيف ما سبق لي قلت في إحدى التصريحات وإحدى البيانات، أور إيشيل خارج السلام، خارج السلام وما كيلتحقوا شيء بالعمل ديالهم. نعم، ما كيلتحقوا شيء بالعمل ديالهم. كل ما عارفين كاع شنو اللي كيدير، كل اللي بقينا عرفنا واش هو عضو منتخب ولا موظف. وقس على ذلك، ولماذا في حين يتم التضييق والخناق على الموظفين الذين يتواجدون، هذا هو الأمر، يشتغلون بنزاهة، يولي من هذا المنبر لا يقوى القيد على الفكر ولا يقوى القيد على النزاهة والاستقامة بالنسبة للموظف. ان الرئيس انه الان خصو يراجع الاوراق ديالو، الا كاين ما يراجع، اما الان حان الوقت لتدخل السلطات
الإقليمية والمحلية والوطنية على رأس وزير الداخلية لإيقاف ما يمكن إيقافه، لأن هذا لا ولينا كنقولوا اللهم تحكم السلطة ويحكم المنتخبين، ماشي جميع المنتخبين يسلم المسألة على الصعيد الوطني، كاين جماعات اللي كنغيروا من داخل الإقليم. كنعطي مناسبة، جماعة ربيع العونات، جماعة أكريديد، جماعة تامدا، يعني في حين العديد من الجماعات أن الموظفين ديالها يرزخون تحت وطأة وتغول رؤسائها. سي محمد، كنا كنسمعوا في بعض الأحيان وهذا الشيء يعني كيقولوه، كاين بعض الإدارات اللي كنلقاو الموظفين بكثرة ما بقاوش حتى الأماكن ديالهم والبنوات ديالهم بحال ما بقاوش في الجماعات ولا في الأماكن اللي كيشتغلوا فيها. وما عندناش فين كنشتغلوا الان حنا داخل جامعه سيدي بنور. ان لا اخفيك سرا ان الان قاموا باصلاحات، نقاوها ماشي صوا، يعني هذيك الصفقه راه كانت مثيره للجدل، ان الان كانوا ما يسمى ب لي بلاكار الرفوف، كنا خلاو لنا ذاك لي بلاكار اللي كانوا فينا هما الوسائل ديال التدفئه اللي كانت شوفاج اللي شوفوا ديال ما عرفناوش مشاو راه البلديه والبشويه سي بنور لتحت والفوق. الان وحنا مقبلين فصل الشتاء وانا سائل، انا المكتب اللي انا فيه دابا البيرو اللي انا فيه ما فيش كرسي فين غادي نريح، ما كاينش على الاطلاق. وكيفاش كتشتغل اسي محمد؟ وكنشتغل كنجي كنبقى فهمتي كلاجئ فهمتي، وكنبقى كندور كنبقى كندور كنبرك في هذا البيرو وفي هذا البيرو وفي هذا البيرو، يعني شيء غريب. ربما ان المسائل مقصودة للعديد من الموظفين وانا على رأسهم، وانا هنا لا انشد الفضيلة لاسترزق بها، ولكن انشدها لذاتها، اقول هذا هو الواقع والجميع يعرفوني في مدينة سيدي بن نور، واللي عنده شي حاجة باش يرد ولا باش يعقب ولا باش نديرو مرحبا. انا ماشي بحال الرئيس، يعني كنتقبل النقد البناء، كنتقدم انتقادات اللي تردني الى جادة الطريق، ولكن لا اقبل ان يستأسد علي احد الا بالحق والقانون. سي محمد، كاين حديث كثير حول مدير المصالح بالجماعه ديال سيدي بن نور، هناك حديث بانه طلب الاعفاء من المهام ديالو. نعم، لأنه هو في وضع لا يحسد عليه، لأنه اشتغلنا معاه في الولاية السابقة، يعني كان شاد العصا من الوسط، كان مدبر الأمور كمدير المصالح، اللي من بعد الرئيس هو اللي عنده الحق يتدخل في شؤون وصلاحيات الموظفين. ولكن الآن يعني ما يمكنش له غادي يستمر، اللي استمر في هذا الوضع لأن الرئيس كيتصحاب له أن هذه ضيعة ديالو، يسير فيها كما بغى ويحكم على مدير المصالح. لان انا معاه سي احمد الوحوحي معروف، يعني وتجربه طويله عنده في الميدان، وتمش ما كيهرب من دار العرس. الناس سي احمد الوحوحي مدير المصالح، وليس هو الوحيد الان اللي طلب الاعفاء ديالو، العديد من موظفين هناك، من كاين اللي باقيين جدد. انه في ظل هذا الوضع اللي كاين واحد الاحتقان كبير، ما يمكنش لهم يشتغلوا في ظل وضع متأزم كهذا. سي محمد، هناك مشاريع متعطلة، مشاريع اللي كان يعني دشنها جلالة الملك لتصميم التهيئة ديال مدينة سيدي بن نور، من بينها القاعة المغطاة، يعني تقريبا واحد 11 سنة ولا 10 سنين وحنا كنشوفوا البناية بدون سقف، كيستغلوها المحاربين، كيستغلوها بعض الأشخاص، كانت مات فيها ربما شي روح كاع الله أعلم على حساب الشيء اللي عرفنا. سي محمد، شنو تقولون على هذه المشاريع المتعطلة والأسباب، بحكم أنك أنت واحد من أبناء المنطقة أولا
ثانيا انك يعني قريب من ما يجري داخل سيدي بنور، وانت العارف والعالم بالخبايا هذيك التي خلات هذه المشاريع متعطلة. هذيك المشاريع موضوعة بطريقة تشاركية، يعني اللي كان ممكن يجاوب عليها يعني المسؤولين الإقليميين في السلطات المحلية ورؤساء الجهاز، رئيس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي. يعني الآن أنا كنا تاسي محمد كواحد غير نعتبره كاع واحد من السكان اللي كدوز وكتمر بجانب مشروع كتشوف فيه 10 سنوات وهو ما كيتحلحش، شعورك كنت كتشوف؟ يحز في نفسي ذلك لأنني فهمتي لا حول ولا قوة. ماكنتش كتسمح بأنك ينهضر من الآن، يعني هذيك المبالغ اللي تخسرات هذا هو اللي كان بهاش حاجة، هذا هو الذي كان يجب أن يكون فهمتي، يعني هذا هو النداء اللي كنوجهه العام الإقليم سي حسن بوكوطة بأن يتدخل ولو كامل الصلاحيات، إلى تعذر على ذلك فله إمكانية ديال إيصال الخبر إلى السيد وزير الداخلية. سي محمد يعني شنو الكلمة اللي توجه لرئيس المجلس الجماعي للمدينة سيدي بنور؟ أقول له حكم ضميرك وارجع عن غيك، وإذا لم تستطع فقدم استقالتك وستكون فعلت خيرا بنفسك وبالساكنة الجماعية. أما بالنسبة لعمل الإقليم يعني لك آخر سؤال، شنو تبغي تقول؟ العامل الإقليم قلت أنه مشهود له بالصرامة، يعني بغيت الصرامة ديالو تبان لي هنا في هاد جماعة سيدي بنور. وشكرا. سي محمد مجدي قيدوم الموظفين بجماعة سيدي بنور، شكرا جزيلا لك.